الحاجة التانية اللي هو بقى يعني ملمح مهم جدا في الحرب الأخيرة دي، الوحدة، الاتحاد، اللحمة، وده سر النجاح في العالم كله. يعني انت لما تيجي تبص تلاقي حتى في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة ما سمعوش الكلام في كلمة انهزموا، لما أعجبوا بنفسهم انهزموا، لما اتحدوا خلف النبي وكانوا 300 قدام كذا ألف، ولا الهوى ولا الهوى قدامهم، لو الدنيا كلها قدامهم. الاتحاد، الاتحاد قوة والتفرق ضعف. فكان دائما تبص تلاقي ان احنا بنشوف النصر بقى في ايه؟ النصر في ان انت عندك انتفاضة قوية جدا بسبب الأقصى، بسبب أهالي الشيخ جراح، لما تم النصرة جت من غزة فضربت غزة بدأت ترد ردود مبهرة وردود مش متوقعة وناجحة وناجزة وناجعة، وكل شيء جميل قوله وما تسمعوش لحد بيقلل من ده.